بدر خريج بدر ما رح تنزل تحت مقطعك على اكثر عليه خريج الدار تعال يا إن لله إن لله راجم شوفوا شوفوا ما دخل العلم من بيوت ما عليك ايش؟ فيصل صوروا صوروا اكتب عليها بعد فتشتك عملية انجاز ما عواش بالزبوق ابو ولا تجعله هو ما يا ارحم الراحمين اللهم ارحم احنا برحمتك واغفر لنا بغفرانك واسكن احنا فسيح جناتك يا ارحم الراحمين خرسات بحر جديد رد السلام واحد لحد الان مفقود هذا لا والله قول واحد لحد الان مفقود والعلمات اللي مفقود لا اللي مشغل كهرباء البيت الفقيه كامل محفوظ لا
ما يطرح من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم ضحايا الأبون، أم أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون؟ أضبطها بزها ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قالوا وادي بينهم بتعور. هذا منزل أبو عبد الله لقد تهدم جميعا. يا دير كل بزل تحتها تعالوا